ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هردبشت. زيارات حرة. لا تحظى وأنت طفل بزيارات حرة بسرعة حتى إلى الأقرباء، ذلك أن زيارتك الأولى لبيت آخر ستكون على الأرجح إلى بيت عمك أو عمتك أو خالك أو خالتك. شو أصدق؟ مو قصدي شي. فأنت لن تذهب إلى بيت خالتك، بيت خالتك يعني؟ لا، أنت ستذهب إلى بيت خالتك عن جد. بس أنا منهم اللي عن جد معلم؟ عن جد شو أصدق؟ غريب أمرك، شو بك خايف؟ عم نقلك إنك رح تروح لبيت خالتك إخت أمك، ارتحت؟ إيه ارتحت، لأني فهمت، ما كنت خايف أنا، أنا بس كنت حابب أفهم أصدق. وفهمت قصدي؟ فهمته والحمد لله، إلا إذا كان قصدك بخالتي إخت أمي بهديك الخالة. العمى يا زلمة، عم نقلك خالتك إخت أمك، لو كان قصدنا هديك كنا قلنا خالتك مرت أبوك. بالله والله شو بك يا زلمة، بتروح لعند خالتك إخت أمك، وين مشكلتك؟ مشكلتي إنه أمي ما عندها أخت، وحيدة على ست شباب، أصغر واحد فيهم متجوز وعنده ست شباب وبنت، وأكبر واحد فيهم متجوز تنتين وعنده من كل واحدة ست صبيان وبنت. أما الوساطن البقايا فكل واحد منهم مطلق ثلاث مرات وفايت بالرابعة وعنده من كل واحدة صبيين. العمى هاي ما دارت لي، يعني هاي ما بتدخل بالمخ. وهلأ فهمت علي؟ فهمت علي. أنا آسف ما كنت عم استخبيك، بس ما كنت متوقع وضعك، صدمتني، فاجأتني. وهلأ شو راحت الصدمة وارتحت يا مقروق؟ إيه ارتحت لأني فهمت، بس ما كنت مقروق أنا، أنا بس كنت حابب أفهم شو اللي مخوفك. قلنا لك ما كنت خايف بقى، ليش لتنقرق؟ قلنا لك ما نقرقنا بقى، لشو عم تقرقنا؟ العمى شو بتلت؟ وين كنا؟ كنا عند لا تحظى وأنت طفل بزيارات حرة بسرعة حتى إلى الأقرباء، ذلك أن زيارتك الأولى لبيت آخر ستكون على الأرجح إلى بيت عمك أو عمتك أو خالك أو خالتك. شو قصدك؟ هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.